مرة تانية أهلا بحضراتكم على الراديو 9090، لسه موجودين معاكم شيماء حافظ ومحمد نشأت في افصل واسمع. كعادة لبنان دايما حتى في وسط الأزمات وفي وسط المشاكل تلاقوا لبنان المبدعة ولبنان الثقافة والفن والأغاني والجمال كله، دايما في وسط الحاجات دي بتلاقوا دايما لبنان لازم تقدم لنا هدايا كتيرة جدا. يمكن الفترة الأخيرة ومبارح تحديدا كان بداية الغنوة الجديدة لواحدة من الأصوات اللبنانية والعربية الجميلة جدا، ميرفا قمر، صباح الفل. عايزين نقول لها صباح الفل يا شيماء، صباح الفل. وحلو انه دايما الاغاني اللي فيها بهجه وفيها تفاؤل وفيها كده طاقه ايجابيه. صباح الفل يا ميرفا. الو، صباح الفل ومساء البرد عليكم وعلى جمهور مصر. انا ما بعرف لا احكي مصري ولا لبناني، بس الاثنين من بلدي، و برحب بالجمهور المصري عم بحكي وقلبي فرحان جوا. أول غنية لإلي والهيبة كبيرة، يعني أول مرة بطلع بإذاعة مصر مباشرة أحس بالهيبة. أنت منورانا وإحنا بنقولك مبروك على الأغنية ومبروك على الكليب كمان. هي حبيبتي بارك فينا وبارك مبروك علينا جميعا. أول أغنية مصرية لإلي من بعد 3 أغاني لبنانية. طيب ميرفا، بقى كواليس التصوير الكليب واللي ساعدوكي فيها والإخراج الحقيقة كمان كان مميز جدا، والكلمات والأغاني، يعني احكي لنا كواليس أغنية صباح الفل. كواليس أغنية صباح الفل، بالنسبة للكلام أول شيء الأغنية أنا بعتب بصدفتي لعندي على الواتساب. الساعة 3 بالليل سمعتها أول مرة، بسمع أغنية دغري بحبها، يعني ثواني أنا ما استشرت حدا بهاي الأغنية، دغري بعتت للملحن إنه هاي الأغنية أنا بدي إياها. يعني خلال نهار كانت الأغنية صارت لإلي، أوكي، وزعتها بمصر. طبعا الأغنية المصرية لازم تتوزع بمصر لأنه لازم يكون فيها الروح المصري طبعا، وتسجلت كصوت وكمكساج وماسترينج بلبنان. التصوير كان عملناه نحن بعد الحجر الصحي من كورونا، كان في كتير صعوبة علينا. كنت لسه هسألك التصوير في الفترة دي كان عامل ازاي، كواليسه كانت عاملة ازاي؟ الكواليس كنا منتبهين، طلعنا على أماكن عالية بلبنان صورناها، ما كان في ناس، تعرف ككورونا ما فينا نختلط، صحيح، احنا صورنا أوتسايد. اخترنا نحن التصوير أوتسايد تحت الشمس والبحر لأنه الفترة الكبيرة اللي عشناها نحن بالبيت والعالم زهقت بين الحيطان، صح. فقلنا خلي الناس تشوف الطبيعة، خلي الناس تشوف الشمس، وبنفس الوقت نحن منكون في بعض مساكي ووقاية بيناتنا، يعني كنحن عم نعمل بالنسبة لكورونا. فهيك كان تصوير كتير حلو ومن قلبنا كلنا اشتغلنا، المخرج عطى من قلبه فادي حداد، شركة لايف ستايل ستوديوز عملتني كأني بنتها، ما أثرت بشي، يعني ما اتكرمت وما دخلت على هيدا العمل أبدا الحقيقة. حلو. يعني من الأعمال دايما اللي بتجيلنا بتبقى أعمال مميزة جدا جدا. هنشوفك في مصر قريب، تقدمي حاجة في مصر قريب، تقدمي حفلة، تقدمي الغنوة، وبعدين انت عملتي أغنية واحدة بس مصر، احنا عايزين كتير. وبعدين عايز أقولك على حاجة، الحقيقة يعني احنا كرجالة مبسوطين جدا من الأغنية، لأن نادرا لما بنلاقي بنت بتشكر فينا قوي كده في أغنية بصراحة. يعني أكيد أنا إن شاء الله بتكون هيدي الغنية بتكون الباب الواسع لإلي لدخول مصر إن شاء الله، ولقدام بيكون في عنا أعمال وحفلات. يعني أنا مصر أم الدنيا، يعني مش نتعلمنا الفن من نحن وصغار، نحضر الأفلام المصرية، ما فينا نعارن الفن المصري بشي تاني أبدا، لأنه عنده ميزة خاصة. الشعب المصري هو شعب كتير محب وكتير بحب الفن، حتى لما توقفي على المسرح إذا أنت عم تحضر الجمهور المصري قديه بيتفاعل، قديه هو شعب متواضع، قديه هو شعب بيعطي من قلبه،
وشعبي بيشتغل. يعني أنا الغنية المصرية لما توزعت خلال النهار كانت خالصة. احنا عندنا سرعة في الأداء. طب وليه يا ميرفا انت في لبنان دلوقتي صح؟ نعم. أنا اخبار الاوضاع عندكم ايه؟ طمنينا كده على لبنان يا ميرفا قبل ما نقفل معاكي، لان مهم جدا ان احنا نطمن على كل أهل اهلنا لبنان في لبنان كمان. ما فيني كذب ابدا، بدي اقول الحقيقه، الوضع منيح سياسيا، بنقول ان شاء الله بيصير للاحسن يا رب. امين ان شاء الله. ان شاء الله الوضع سيء جدا بلبنان، ان شاء الله الاوضاع تتحسن ولبنان تبقى احسن واحسن. نورتينا يا ميرفا، نورتينا وتنورينا ضيفه بقى ان شاء الله لايف كده لما توصلي ان شاء الله مصر في اي وقت انت تحبيه باذن الله. انا نورت بوجودكم وبالجمهور المصري، تهديهم الاغنيه صباح الفل، يلا نسمعها مع بعض ونسمعها الكل. نورتينا يا ميرفا المصريه على اذاعه 99 اف ام. يا عيني عملت لنا فيو. تعالوا نسمع بقى ميرفا نورتينا ويا صباح الفل.